دلوقتي نازلين في شوارع القاهرة ومعانا أول ضحية في حلقة السايكوباتي، ويا مسهل ويا رب نكون خفاف على قلبكم. أيوة تاكسي أيوة، مدينة نصر. وماله ست الكل، اتفضلي. مدينة نصر إن شاء الله. مدينة نصر يعني أي أول عباس؟ أول عباس إن شاء الله. أول عباس يعني عند العين كده؟ أول عباس يا اسطى عند العين، مش عين بسين عباس. انت تشرح، انت ماشي بخريطه تشرح. انت اول مره تشتغل سواق ولا ايه يا ستي؟ اعتبريها اول مره. لا مش اول مره، انت كده تودينا في داهيه اول مره. يلا كده اتكل على الطريق، بص قدامك. اتكل على الله مش على الطريق. طب خلص، خلي بالك عشان انا مالك يا اسطى؟ في ايه انت؟ ايه مالك؟ في ايه؟ مفيش حاجه عادي. انت تعبان ولا حاجه؟ لا اله الا الله يا ستي. بص مسي. قدامك وامشي. طب بص، بس بص، ما انا باصص قدامي. بص قدامك وامشي. طب بص بس، بص بدل ما نروح نروح على الاسعاف. بدل ما نخلي الاسعاف تيجي تشيل. حاول الله يرضي. في ايه مالك؟ في ايه يا اسطى؟ في ايه؟ في ايه؟ يا اسطى بس انت بص قدامك. طيب لا لا لا، حاول الله يا رب. ماله؟ في ايه ده؟ لا مدام ما انا باصص قدامي. ده مريض. لا اله الا الله. حاول الله يا رب. عليكم السلام. خدني معاك يا صاحب النبي. اركب. بعد اذنك السلام. مؤاخذه اختي معلش. لا لا ولا يهمك يا ابني. مالك انت تعبان صح؟ تعبان يا صاحبي. بقول لك ايه؟ ايه يا صاحبي؟ روح في ايه؟ روح لمسها عليك. استر يا رب يا اسطى. لا 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 لا، بص قدامك الله يكرمك يا ستي. ما انا باصص. ده يوم اسود يوم ركبنا معاك. لا لا لا، بص قدامك. انا بتصحيني ليه؟ صح صح، ما تنامش. حضرتك بتصحيني ليه؟ بصحيك ليه؟ يا ست يعني سيبك تموتنا؟ يا ست العربيه عارفه طريقها. ليه؟ بني ادم عارف طريقه؟ ليه عليها عفريت؟ بتمشي لوحديها؟ يا ستي عليها اللي عليها. ما على اللي عليها؟ انت اللي عليك. ده انت مجنون، ده انت عليك كتير. عليا كتير. افصل شويه. يا حبيبي بص قدامك يا اسطى. بص قدامك. اقعد ساكت انت كمان. بص قدامك. بس 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 بص قدامك يا اسطى. بص قدامكم الاثنين. بس بقى بس اسكتي بقى. انا لا اسكت ولا انت هتسكت. بص قدامك. بص قدامك بقى عشان انا عارفك. بقول لك انت ثانيه بتاعت سوق العبور. بلا سوق عبور، بلا سوق خرا. سوق. بص قدامك. بص قدامك. بس بقى ايه؟ بص قدامك. بلا دي، ما انا بقول لك يا وليه ما تفكك مني. فكك وليه في عينك. بص قدامك. ايه ده يا اسطى؟ جايب امك معاك تضرب نص. انت سوق وانت سايق. هو لما يقفل انت كمان. ما تزغديش عشان ما ازعلكيش. خلص انت يا اسطى. بص قدامك. مش هتقدر. اقسم بالله هبعت اجيب السندباد. بص قدامك. تعمل هبعت اجيب سندباد. بلا سندباد بلا زفت. يخرب بيتك. وما تلفلفولك. انا هجيب لك علي الدين. خلي ده انت مجنون زيه وازرط منه. انا عارفك يا وليه. انا مش عايز اعرفك. سواق ملايين ب 60 جنيه لما ركبت معاه. المجانين. بص قدامك. بص قدامك. هصورك. يخرب بيتك. بص قدامك كده. انت مالك ومالنا؟ بص قدامك. انت بتزغودي. بس طيب يا لهوي. لا ده مجنون، ده مجنون تاني يا ابن المجنونه. بس يا لهوي. بس بس ده اخو. يلا وادي المجانين. بس خلاص خلاص خلاص. احنا يا جماعه اسفين جدا جدا جدا. احنا كنا بنهزر معاك. يعني نذيع ولا ما نذيعش؟ مشاهدينه دلوقتي احنا نازلين بندور على ضحيه جديده من ضحايا الكريزي تاكسي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فين في العروبه يا باشا؟ شارع خاتم المرسلين. ماشي. خاتم المرسلين عند قاع السيد درويش؟ اه عند اكاديميه الفنون كده. عارفها؟ شكلك فنية. ان شاء الله عليك. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. بس احنا يعني في المسرح وكده يعني على قدنا يا عم. ربنا يرزقك يا عم ويكتب لك. في ايه؟ يا باشا مش عادي يعني. طيب ماشي. هو ممكن بس بسرعة شوية معلش عشان متأخر. بس معلش باشا مقدرش. زوبا بديها الاوردر تتنفذ لوحدها. طيب ماشي بس برضه يعني سرع شويه. اديها اوردر ان هي تسرع شويه. معلش زوبا شدي شويه عشان الراجل مستعجل. اه يا ريت يعني.
خلي بالك انا عارفك. عارفني منين؟ شكلك فنان. لا حول ولا قوة الا بالله. يا عم ولا فنان ولا نيلة، بس بالله عليك خف شوية. صباح الفل. يا عم ما تسيب الناس في حالها واتكل على الله. بس انا عرفتك وعجيبك انا. ماشي. عرفتني فين بس؟ انت فنان. باشا الله يكرمك يا باشا، انت نمت يا عم؟ اتكل على الله يا عم. يا عم ما انا متكل على الله يا عم، امال انا متكل على مين؟ انا لو نزلت مشيت ابقى اسرع من كده. الله يكرمك مد شويه. بس انا عرفتك وعجيبك. يا عم ما تجيبنيش يا عم، يا عم ما تجيبنيش، انا اخر، انا اول مره كنت تاكسي واخر مره. انا عجيبك بالمعظمه. ايه ده؟ انا جبتك المعظمه جابتك. هو بعينه اقسم بالله انا عرفتك يا ولد. انت تبع مين؟ لا 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 ما توقفش ما توقفش. على فين اركب اركب؟ معاك في اي حته يا باشا. مالك؟ السلام عليكم. مالك؟ تعبان يا صاحبي يا عم. وماله؟ خد دي مني. احنا مسا عليك يا صاحبي. طبق. بتعملوا ايه يا عم انت؟ اكلك يا باشا. تعبان يا باشا. يا عم ربنا يشفيك. هو انا امك؟ انت بتعمل ايه يا عم؟ ما تقوم يا عم. انت عامل جلب ليه من ساعه ما ركبت العربيه؟ مستعجل والله، عندي مشاوير. لا اله الا الله. محمد رسول الله، انت جاي تسلم هنا في ايه؟ مالك يا صاحبي مالك؟ لا يا باشا ايدك جنبك الله يكرمك. لا خلي ايدك جنبك يا باشا، خلي ايدك على الدركسيون كده واتكل على الله. خفها يلا خفها. روح على حالك. لا انا مروق، محدش عارف يعمل معايا حاجه. قلت منك. انتوا مجانين؟ طب تعالى صاحبي بقول لك ايه؟ ايه؟ انت بحبك يا نانسي. نانسي مين؟ انا بحبك يا عم. مش نانسي يا عم، اوعى يا عم. اوعى يا عم، اوعى يا عم، اوعى يا عم. بحبك يا نانسي. انت رايح فين البنطلون؟ بحبك يا نانسي. اوعى نانسي، اوعى يا اخي. بحبك يا عمي. نانسي اوعى يابا. يا نانسي بحبك. لا بس نانسي بقى بلا ده. ايه ده؟ طب ليه كده بقى؟ طب ليه كده؟ لا طيب بنهزر معاك، احنا بنعمل معاك مقلب. ايه ده انتوا؟ احنا مقلب. مقلب مقلب ايه يا عم؟ لسه مفيش حاجه. الكاميرا خفيه. الكاميرا خفيه ايه يا عم؟ اوعى يا عم. روق روق روق. اسمحينا نذيع الحلقه. ماشي نذيع. اعزائي المشاهدين، ودلوقتي احنا نازلين ناخد ضحيه تانيه. كريزي تاكسي. كوبرا خشب. اتفضل. ماشي ماشي. اتفضل يا باشا. يكرمك يا ريس. فين يا باشا؟ في كوبرا خشب. كوبرا خشب عند مقار كده يا باشا. تحت عمرك يا باشا. صباح الفل يا رجاله. صباح الفل. الناس هنا الحمد لله عارفاني على الصحة وعلى الجدع وعلى الجد وعلى السخانة. سخانة؟ ده منين يا باشا؟ من بلاد بكور. يا عم أحسن ناس يا عم، مبرها علينا يا عم. أنت يا عم اللي مش عارف مالك. يا عم غرف ده يا عم امشي، غرف ده يمشي. عالم مفيش حد بقى بيستحمل حد. مش عارف تنام يا اسطى. لا لا يا عم في ايه؟ مالك يا عم؟ ما انا ماشي. ايه انت ضارب ايه انت؟ ضارب ايه يا عم؟ ما توحد الله. مالك انا موحد الله. مالك انت في ايه يا عم؟ ضارب وبتاع. طب ما تاخد بالك من كلامك وحاسب على اللي بيقع منك يا صاحبي. مالك بس في ايه؟ طب ايه طيب؟ ايه يا صاحبي؟ دي ولا ايه؟ يا عم غير فني ده انت كمان. بقول للراجل اللي داخل يتكسر عليا. اخرب بيت ام الاستروكس. خفيف انت على فكره. من اول ما ركبت خلي بالك انت مزاولني في حياتي. انا اللي مزاولك؟ والله. تبع مين انت؟ تبع مين؟ تبع انت؟ تبع الواد عبده مستورو طلع باين عليك. عبده
بقول لك ايه؟ معاك يا صاحبي. خدني معاك. السلام عليكم. وعليكم السلام. مش تعزلني يا اسطى تقول لي اركب ولا ما اركبش. يا عم الراجل اهو شكله تعبان يا عم على طريقنا مالك. هو يوم اسود باين عليه. يا عم اسود ليه يا عم بتسود النهار ليه بتسود النهار؟ يا عم في ايه يا عم بتسود علينا النهار ليه يا عم؟ بتسود النهار يا عم ايدك بس الانبا كده في ايه يا عم؟ ده واحدة بس ايه يا عم انت قلتوا برشمين بقى توحدوا الله كده واتكوا على الصبر ده شغل بقى برشام بقى ولا حقن ولا ستروكس ولا ايه؟ تعبان يا صاحبي وده صاحبي وده عليك اهلا مسا اهو بقول لك يا صاحبي انت ممكن تضرب لي الحرتين دول يا عم طب اليوم المنايل اللي مش معدي انت شمروا حرامية بقى وبرشمجية يا عم ولا انت من اول مرة انت مزوين ده يا عم بلا اهو بلا ابو بلا اهو الله انت بتزغط في الواش طعبيت ياض انت وهو انت بتزغط في الواش شمروا زارين التاكسي لا هو يا عم اتقل عليا بقى اتقل عليا اتقل عليا بقى انا هشوفك بالمعظمه دي معظمه ايه بالمعظمه يا عيال يا هشوفك بالمعظمه انا جبتك ضربوا بلاد دكرور ياض بقى انا مش شارع مصر يا ابني ده بس يا ابني اقعد اسمع الكلام اسمع ايه يا عم بوش اسمع الكلام اسمع الكلام بس ايه ده بس 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 اتقل بقى اتقل بس لا 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 ما تقلقش اوعى دي هي دي اللي انا عايزها هي دي طب اقول لك على حاجه سيبك من دي خلاص اوعى يا افتح الباب ده حاجه مفيش فتح باب انت يعني ايه مفيش فتح باب انت راجل برنس لا يا بابا اوعى بس ايدك دي كده بالستروكس بحبك يا نانسي بحبك يا نانسي بحبك يا نانسي بحبك يا نانسي بس من نفسي نانسي انت فين يا نانسي ايه ده احنا كنا بنهزر بس احنا بنهزر معاك